الفندق يعني مش جديد لدبي، بس احنا عملنا له ريبراندنج، يعني كان under Wyndham Management وهلا صار under IAG brand as Crown Plaza. نحن الاونرشيب تبع الاوتيل هي اشراك هوسبيتاليتي يلي عندها عدة فنادق كلهم تحت الـ IAG umbrella، كرون بلازا، كرون بلازا جميرة، كرون بلازا الديرة، وعندنا أربع هوليدي إن إكسبريسز وهوليدي إن المكتوم وستي بريدج المكتوم. الأوتيل عم بنعمل له رينوفيشن A to Z. إحنا 252 غرفة محتويات، وفيها أكيد سويتس وفيها فاميلي روم للعائلات، وعندنا الجينجر يلي هو بان إيجين restaurant very well known، وعندنا ال all day dining محل ما بيكون فيه الفطور والغداء والعشاء والبوفيه، واللوبي اللي هي البلازا مثل ما شايف اللوبي هاي سيلينج وداي لايت، وحكون يعني محل استرخاء. هلا اول شيء الموقع، انا برايي وبراي الماركت انه موقع طبعا استراتيجي يعني بيمسك بين دبي القديمه ودبي الجديده. يعني احنا على بجميره 1 على اول الجميره يلي هو يعني بحدود 300-400 متر او نص كيلومتر من برج خليفه، من منطقه الشيخ زايد، من الورد تريد سنتر، ونفس الوقت كمان قريب كثير من دبي القديمه يلي هي سوق الذهب والاسواق القديمه. بالنسبه للرجال الاعمال، بما انه قريب على البزنس باي على شارع الشيخ زايد، موقعه في البزنس بيرسون يكون موجود هون يعمل البزنس، وكمان يقدر يستجم كان بالمولز كان باللامير اللي هو قريب علينا ووكينج ديستنس. وكرون بلازا معروف البراند الجديد تبع الكرون بلازا انه هو بزنس هوتيل، في الكلاينت يكون موجود باللوبي، عنده كل وسائل التكنولوجي يقدر يعمل البزنس تبعه موجود هون.